بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية في هذه الفقرة غنستأنف مع لو شوا دو لوكسيليير. طبعا ملي تنتكلموا على لو شوا المقصود تنتكلموا على لو فيرب شوازير، فعل اختار. لو شوا يعني الاختيار، لو شوا دو لوكسيليير يعني اختيار المساعد. نتكلم احيانا عن لي فورس اوكسيليير يعني القوات المساعدة. هنا بطبيعة الحال غنتكلمو على لوكسيليير ديال لا كونجيغيزون يعني ديال الصرف. كيتعلق الأمر بجوج ديال المساعدين، جوج ديال المساعدين في اللغة الفرنسية معروفين تتستعمل بواحد الدرجة كبيرة خاصة في الأزمنة المركبة. ملي تنتكلمو على الأزمنة المركبة تنتكلمو على واحد الزمان تتركب من الفعل زائد هذا المساعد اللي غنهضروا عليه الآن. عندما نتكلم عن الأزمنة المركبة فنحن نتكلم بصفة عامة عن صرف يخص فعل لكنه يسبق بمساعد من أحد المساعدين اللذين نحن بصددهما. إذن يتعلق الأمر بلو فيرب اتر في حالتنا هنا نتكلم عن l'auxiliaire être او le verbe avoir وفي حالتنا هنا نتكلم عن l'auxiliaire avoir. طبعا être et avoir هادو افعال، لكن هادو افعال ملي تيكونوا بوحدهم، ملي تيكونوا بوحدهم تنعتبرهم افعال. طبعا حتى في حاله المساعده ديالهم الفعل اخر فهم افعال، لكن تياخذوا الصفه ديال مساعد. علاش؟ لان الفعل باش يتصرف واحد الزمن مركب باش يعطينا واحد المعنى، يعني هذاك المعنى اللي بغيناه ضروري يكون عندنا ذاك الشكل ديال الفعل في الصرف، يعني انه يسبق باحد المساعدين في واحد الزمن معين ثم تيجي من بعد منهم الفعل المستهدف. مثلا اذا اردت ان اقول بانني اكلت اذا ساقول جي مانجي، جي مانجي. إذا غنستعملوا أفوار ثم عاد حد فعل مونجي، يعني باش نقول بأن أنا أكلت في الماضي. إذا ضروري باش يكون عندي هذا المعنى ضروري تكون عندي هذه الصيغة ديال الصرف. هنا فين تدخلوا هاد المساعدين. إذا هنا عندنا لو شوا دو لوكسيليير، إذا عندنا اختيار المساعد. بطبيعة الحال هاد القضية تتعكس الحالة اللي تنكونوا فيها احنا، يعني تيكون عندنا واحد الفعل بغينا نتكلموا عليه وما عرفناش وما تنعرفوش مثلا اشنو اللي غنستعملوا معاه كمساعد، واش اتر واش افوار. طبعا سبق لنا ان تحدثنا عن اتر وبينا المعنى ديالو، يعني انه تيجي باش يعكس واحد الحالة لو سوجي، انه تيتعلق بصفة عامة بواحد الحدث بواحد الحالة بواحد الامر تيخص هذاك الفاعل. مثلا ممكن انني اقول جو سوي لا، انا هنا. جو سوي لا، اذا شوف عندي جو سوي عند اتر ثم بعد منه لا هنا، اذا هذه تعبر عن المكان، لا تعبر عن المكان. اذا باش نبين بانني انا هنا، انا ذاتي نفسي هنا، انا بذاتي وبنفسي هنا، او بمعنى اخر انا موجود هنا، اذا غنستعملوا هاد être. إذا être بصفة عامة تيجي بهاد المعاني. طبعا على عكس avoir غالبا تهم الفعل اللي تنطبق من الشخص على شيء آخر أو على شخص آخر وتفيد لنا الملكية ملي تيجي مورا اسم. مثلا عندما أقول j'ai une voiture، عندما أقول j'ai une voiture يعني أنا عندي سيارة. j'ai une voiture، أنا عندي سيارة. ولكن إذا استعملت être je suis une voiture يعني أنا هو السيارة، يعني ما غتستقمش. طبعا avoir تيجي من بعد منه حتى هو الأفعال، وفي هذه الحالة تتسمى مساعد، وفي هذه الحالة تتسمى مساعد تيجي مراه فعل آخر وهي الحالة اللي عندنا هنا. وأيضا être بلي تيجي مراه فعل حتى هو تيكون مساعد ولكن تيجي بالمعنى اللي ذكرنا قبل. إذا مثلا عندما نستعمل être أو avoir يعني كمساعدين، مثلا
نقول كمثال il a mangé. il a mangé. il a mangé مثلا un gâteau. هو أكل كعكة. ولكن إذا استعملنا اتر نقول il a mangé. إذا المقصود بأنه هو الذي أكل. إذا باش نعرفوا الفرق بين المساعدين. إذا سنرى بعض الأمثلة كما نلاحظ عندنا أجوتي لوكسيليار اتر أو فخا سويفونت يعني أضيف المساعد اتر للجمل التالية. لوكسيليار اتر يعني أضيف المساعد اتر. علاش سميناه مساعد؟ لأنه ريجيم وراه فعل. طبعا ما تنسميو اتر أو أفوار مساعد أوكسيليار إلا في الوقيت اللي تيكون موراه فعل. علاش؟ لماذا؟ لأن الفعل الذي نريد تصريفه مثلا كما نرى في المثال الأول عندنا الفيرب فونيغ، عندنا الفيرب فونيغ، عندنا فعل جاء. إذا كما سنرى في المثال الأول بأن الفعل المستهدف هو جاء، ولكن باش يكون عندنا واحد المعنى معين ضروري أن هذا الفعل فونيغ يأتي مسبقا بأتر أو أفوار، يأتي مسبقا بأتر أو أفوار. إذن ففي حالات كثيرة الأفعال تصرف وتسبق سواء بأتر أو أفوار، ولكن يكون الغرض بإسباقها بأتر أو أفوار كمساعدين فقط من أجل أن تؤدي هذه الأفعال معنى معين. بغينا تؤدي هذا المعنى ضروري غنسبقها بأتر أو أفوار في الزمان مثلا. إذن يقال في اللغة الفرنسية بأن هذه الأفعال التي تأتي قبل الأفعال المستهدفة في الأصل، إذن هذه الأفعال تأتي بغرض مساعدتنا على تصريف هذه الأفعال فقط، ليس لها دورا آخر غير هذا، يعني أن تأتي فقط من أجل مساعدتنا على تصريف هذه الأفعال. إذن سنرى المثل الأول ميكوزين. إذن المثل الأول ميكوزين يعني كما نقول بنات عمي أو بنات خالي. عدنا فوني، إذن أكيد أنهن جئنا. عندنا لو فيرب فونيغ، عندنا فعل جاء. اذا نتكلم على لو فيرب فونيغ، مي فيزيتي يعني زيارتي، اذا جئنا لزيارتي. بوندون لي فاكونس اثناء العطل، المقصود اثناء العطله. اذا مي كوزين ماذا سنقول؟ اكيد انهن هن اللاتي جئنا. اذا اكيد اننا غنستعملوا اتر لانهم هما اللي جاوا. إذن هاد بنات عمي أو بنات خالي جئنا بأنفسهن. إذن هاد فعل فونيغ متعلق بذاتهن، إذن متعلق بوجودهن بمعنى آخر. إذن ماذا سنقول؟ مي كوزين سون فوني، يعني أن بنات عمي هن جئنا. مي كوزين سون فوني مي فيزيتي بوندون لي فاكونس. إذن بنات عمي أو بنات خالي هن اللاتي جئنا بأنفسهن ما فيزيتي لزيارتي بوندون لي فاكونس أثناء العطل. ثم عندنا في المثال الثاني ست فام، هذه المرأة. ثم عندنا مورت، مورت يعني ماتت. سوبيتمون يعني فجأة. نصف شيئا بأنه سوبي، نصف شيئا نقول عنه بأنه سوبي أو بيا سوبيت. إذا المقصود أنه مفاجئ أو مفاجئة في حالة المؤنث. إذا عندنا هنا سوبيتمون، عندنا هنا مورت سوبيتمون. إذا عندنا ماتت فجأة بشكل مفاجئ. إذا ماتت بشكل مفاجئ. إذا ست فام ماذا سنقول؟ إذا أكيد غنستعملوا أتر مع آل. هي الأفعال اللي تجي مع آل يعني بحال بحال اللي غتجي مع إيل. أو أون تتاخد الشكل ديال ملي تجي مع إيل أو مع أون. إذن سنقول ست فام أي، ست فام أي مورت، أي مورت، أي مورت سوبيتمون. هذه المرأة ماتت، هي ذاتها نفسها ماتت سوبيتمون بشكل مفاجئ. ثم ننتقل للمثل الثالث، عندنا نونو ثم بروموني توت لا سواري. طبعاً الحال عندنا الفيرب سو بروموني، هذاك الشيء علاش تزات عندنا واحد نو هنا. هذا لماذا أضيفت عندنا نو هنا؟ أضيفت عندنا نو، نو أخرى زائدة. هاد نو هذه خاصة بسو، خاصة بسو. هاد نو التي عندنا هنا إضافية
هذه نخاصة بسه. كل الأفعال الذين يبدأون بسه يسمون في اللغة الفرنسية دي فارب برونومينو. فعل واحد نسميه فارب برونومينال. إذن كما نقول بأنه فعل ضميري أو شخصي، يعني أن الفعل يصدر من الشخص وإلى نفسه، إذن نسبقه بسه للتعبير عن هذا المعنى. إذن مثلا عندنا هنا الفارب سبخوماني، إذن هذا فعل تجول. إذن كما نقول بأنه يروح عن نفسه، إذن هو يقوم بفعل اتجاه نفسه. إذن نتكلم عن الفارب سبخوماني. إذن في الصرف ديالو هاد سه تقلب مع نو تقلب إلى نو، ومع فو تقلب إلى فو، ومع إيل أفك أس تقلب إلى سه، ومع تي تقلب إلى تو، ومع إيل أو آل بدون أس تقلب إلى سه، ومع جه تقلب إلى مه. إذن هاد سه أيضا تصرف. لذلك هنا عندنا هاد نو زائدة، هي في الحقيقة ليست بزائدة، هي صرف سه. نتكلم عن سه التي تسبق لو فيرب سوبروموني، فعل تجول. إذن ماذا سنقول هنا؟ إذن يبقى لنا فقط إضافة صيغة أو شكل لو فيرب إتر المطلوب منا هنا. طبعا هو من المعنى راه باين، مش بالضرورة أنه حتى يطلب منا لو فيرب إتر عاد نعملو لو فيرب إتر. هو من المعنى ديال لو فيرب سوبروموني واحد القضية، كاع الأفعال اللي تتكون بسه تتصرف مع إتر، مع لوكسيليغ إتر. إذن سنقول ماذا هنا؟ إذن سنقول نو نو سوم بروموني توت لا سواري، نحن تنزهنا كل المساء، يعني كل المساء ونحن في نزهة. إذن نو نو سوم بروموني توت لا سواري. في المثل الرابع عندنا جولي تي، ثم عندنا أريفي أون غوطار. إذن جولي تي، ثم عندنا أريفي، لو فيرب أريفي هذا فعل وصل، سي لو فيرب أريفي هذا فعل وصل. تي ثم عندنا لوكسيليار بمعنى آخر، ثم عندنا أريفي، لأن الفعل المستهدف عندنا هنا هو أريفي. أنا بغيت نقول لهاد جولي بأنك أنت وصلتي أون غوطار، وصلتي متأخرة، ماشي بحال اللي شفنا قبل فوزيت أون غوطار، أنتم في تأخر، أنتم متأخرين. طبعا الحل المعنى نفسه، غير هنا استعملنا لو فيرب أريفي، بدل أن إتر يكون فعل ملي تنقولو فوزيت أون غوطار، هنا استعملنا فقط إتر. إذن إتر هو المهم في هذه الجملة كفعل، لكن هنا تنتكلمو على الوصول. إذن إتر بحال غيتأخر شوية اللور، غيبقى فقط مساعد، لأن الهدف ديالنا هو نبينو أريفي، هو نبينو لو فيرب أريفي اللي هو وصل. إذن جولي تي، ثم عندنا أريفي أون غوطار. إذن أنت وصلتي، كما تنشوفو عندنا أو زائدة، إذن مع إتر تنزيدو هاد أو بالنسبة للأفعال تجي من بعد منه في حالة المؤنث. في حالة المؤنث جولي تي أريفي أون غوطار. إذن ماذا سنقول؟ إذن سنقول تي أي تي أي أريفي أون غوطار، تي أريفي أون غوطار. إذن سنقول تي أريفي أون غوطار، أنت وصلتي في تأخر، المقصود أنك متأخرة، المقصود أنك وصلتي متأخرة. إذن سنقول جولي تي أريفي أون غوطار، أنت وصلتي متأخرة. ثم في المثال الخامس لي زيتيديون، يعني الطلبة، ثم عندنا نقاط صورتي خرجوا دو لا كلاس، من القسم. إذن الطلبة خرجوا من القسم، إذن الطلبة أنفسهم ذاتهم، يعني ماشي هما خرجوا شي حاجة أخرى. إلا الطلبة خرجوا حاجة أخرى من القسم، ماشي خرجوا أنفسهم، إذن هنا نستعملوا لوكسيليير أفوار، نستعملوا المساعد أفوار. علاش مساعد؟ لأنه غيجي قبل من فعل سورتيغ، كما عندنا هنا فعل سورتيغ هو المستهدف عندنا في الجملة كفعل. إذن سنقول كمثال لي زيتيديون اون سورتي اون طابل دو لا كلاس، الطلبة أخرجوا طاولة من القسم.
les étudiants ont sorti une table de la classe. إذن الطلبة أخرجوا طاولة من القسم. استعملنا هنا avoir. أما إذا قلنا كما هو الحال عندنا هنا les étudiants sont sortis. Les étudiants sont sortis. يعني المقصود أن الطلبة خرجوا هم خرجوا de la classe من القسم. Les étudiants sont sortis de la classe. في المثل السادس pendant l'été أثناء الصيف l'été يعني الصيف pendant l'été أثناء الصيف je ثم عندنا نقاط retourner dans mon pays natal retourner dans mon pays natal retourner dans mon pays natal المراد هنا أنا رجعت إلى بلدي الأصلي أو إلى بلدي للولادة بي ناتال المقصود بها بلد الولادة حيث ولد الشخص هذه الكلمة كلمة ناتال عندها علاقة بفعل ناتخ يعني فعل ولادة فعل ولادة أو ولدة هو اللي غنشوفه في المثل التاسع إذا ماذا سنقول pendant l'été أثناء الصيف je retourne dans mon pays natal إذا المقصود هنا أنا رجعت المقصود هنا أنني رجعت إلى بلدي بلد الولادة إذا ماذا سنقول retourner من حيث الأصل تتعني قلبة يعني أنك تقلب شيئا في اتجاه آخر ومنها كلمة le retournement يعني الاتجاه المعاكس يعني أخذ اتجاه المعاكس إذا نتكلم عن le retournement طبعا retourner تتعني عكسة أو قلبة ومنها أنك تعكس الطريق المقصود أنك تولي في اتجاه آخر إذن كأنك تقلب الاتجاه إذن عندما نقول هنا retourner إذن عندما نتكلم عن le verbe retourner إذن نتكلم عن فعل رجعة إذن هو تعني قلبة وتعني رجعة إذن retourner بصفة عامة تعني قلبة عكسة وتعني رجعة بحال اللي عندنا احنا في هذا المعنى pendant l'été يعني أثناء الصيف سنقول ماذا je suis retourné je suis retourné يعني أنا انقلبت كما لو نقول أنا رجعت dans mon pays natal إلى بلدي بلد الولادة حيث ولدت حيث ازددت في المثل السابع عندنا attention حذاري attention حذاري vous ثم عندنا نقاط ثم عندنا assis sur le journal assis sur le journal إذن أسي هذا لو فيرب ساسوار يعني كما نقول بأنه أجلس نفسه ساسوار حنا تنقول جلسة نحن نتكلم عن فعل جلسة ولكن في اللغة الفرنسية كما نقول بأنه فعل أجلس نفسه هذاك الشيء علاش عندنا هاد فو إضافية تماما كما رأينا قبل قليل مع لو فيرب سوبخوموني كما رأينا قبل قليل مع لو فيرب سوبخوموني يعني فعل سوبخوموني يعني فعل تجول أو تنزه هنا عندنا لو فيرب ساسوار فالاصل ديالو سو اسوار سو اسوار عندنا في الاصل سو اسوار عندنا هاد او مع ا ديال اسوار اذا عندنا دو فويال كي سو رونكونتر عندنا جوج ديال الصوتيات تتلاقاو اذا غنحذفوا الاولى وغنديروا ابوستروف سنحذف الاولى ثم نضع ابوستروف يعني هاد الفاصله اذا نتكلم هنا عن لو فيرب ساسوار اذا ماذا سنقول اتونسيون فو يعني أنت أجلست نفسك كما نقول sur le journal على الجريدة إذا ماذا سنقول أجلست نفسك كما نقول بأن هذا الإجلاس حدث لك ذاتيا إذا ماذا سنقول إذا سنقول attention حذاري vous vous êtes assis أنت أجلست نفسك المقصود أنك جلست sur le journal على الجريدة إذا غنستعمل أيضا le verbe être vous êtes assis عندنا هاد فو الثانيه بحال اللي شفنا قبل قليل ما هي الا الصرف ديال سو عندنا لو فيرب سو اسوار طبعا نحن نختصر فنقول لو فيرب ساسوار عندنا لو فيرب ساسوار يعني جلسه ولكن بمعنى الحرفي للفعل انه اجلس نفسه ثم في المثل الثامن عندنا جوستان اونتري دون لا سال دو لا كلاس اونتري دون لا سال دو لا كلاس اذا ماذا سنقول جوستان دخل لقاعة الدرس ماذا سنقول جوستان دخل لقاعة الدرس إذا سنقول جوستان إيتونتخي إيتونتخي دون لا سال دو لا كلاس ثم عندنا في المثل التاسع
سي بيتيت في ال ني اون 2006. اذا قبل قليل راينا لو بي ناتال بلد الولاده، هنا عندنا ني هذا لو فيرب ناتر نفسه. الفوق عندنا ادجكتيف جايه من هذا الفعل، التحت عندنا لو بارتيسيباسي ديال هذا الفعل. نتحدث هنا عن فعل ناتر تيجي من بعد فعل مساعد. ملي تيكون عندنا واحد الفعل مساعد سواء اتر او افوار، طبعا الفعل المستهدف تناخذو فقط منه لو بارتيسيباسي. اذا واحد الصيغه تتسمى لو بارتيسيباسي، كل فعل عنده صيغه ديالو. اذا بحال دابا ناتر عندو ني، ناتر عندو ني سي بتيت في ال ني اون 2006. اذا عندنا ناتر هو اللي جات منه الكلمه اللي شفنا قبل قليل ناتال. اذا تنوصفو بان لو بيي بانه ناتال، نصف هاد البلد بانه ناتال، بانه بلد الولاده. اذا عندنا هنا لو فيرب ناتر. اذا هاد البنات سي بتيت في، هاد البنات الصغيرات ال هن، ثم ازددنا ني اون 2006 ازددنا في 2006. اذا ماذا سنقول؟ سي بتيت في ال ال سون، ال سون ني، يعني هن ازددنا، هن ولدنا اون 2006، انهن ولدنا في سنة 2006. ثم في المثل الاخر عندنا سيزامي، ثم عندنا سيزامي، ثم سو في شاك فان دو سومان. عندنا سيزامي، ما عندناش سيزامي اصدقائه. عندنا هنا، عندنا هنا هؤلاء الاصدقاء سيزامي. هاد السي اللي عندنا هنا ديال الاشاره ماشي ديال الملكيه، ماشي سيزامي، عندنا سيزامي هؤلاء الاصدقاء سو. ثم في عندنا لوفير فوار فعل راى، يعني انهم يرون بعضهم بعضا. شاك فان دو سومان كل اخر اسبوع، كل اخر اسبوع. اذا ماذا سنقول؟ سنقول سيزامي سو سون في شاك فان دو سومان. غنشوفوا الحل ثم غنعطيو به واحد المثال اللي غيخلينا نفرقوا بين واحد الحالات تيجي فيها الفعل. اذا سيزامي سو سون في، اذا هنا عندنا لو فيرب في الحقيقه، عندنا لو فيرب سو فوار، ماشي عندنا لو فيرب فوار، عندنا لو فيرب سو فوار. اذا نتكلم عن سيزامي نتكلم عن ايل افيك اس. اذا كما نعلم بان لو فيرب برونومينال مع ايل افيك اس هذيك سو تترجع للاصل ديالها، في حين مع نو تتولي عندنا نو بحال اللي شفنا قبل قليل. ممكن اننا نقول كما راينا قبل قليل نونو سوم في، يعني اننا نتراءى. نونو سوم في يعني اننا نتراءى، ما معنى هذا؟ يعني اننا نرى بعضنا بعضا شاك فان دو سومان، في كل نهاية اسبوع، في كل نهاية اسبوع. نونو سوم في شاك فان دو سومان، يعني اننا نتراءى كل نهاية اسبوع. اذا هاد سو تجي قدام هاد الفعل هذا باش تبين بان هاد الرؤية متبادلة، بان الرؤية متبادلة، بان الفعل متبادل، يعني انه صادر من مجموعة الى نفسها او صادر من شخص الى نفسه. هذه بصفة عامة هاد سو ملي تيجي قدام واحد الفعل، المقصود بان هاد الفعل تطبق من المجموعة الى نفسها، تنعتبر هاد المجموعة كوحدة، أو من الشخص إلى نفسه. إذا ممكن أننا نتكلم على سوباتخ مثلا، يعني تعارك. إذا ممكن نتكلم عن شخص يتعارك مع نفسه، وممكن نتكلم عن مجموعة تتعارك مع نفسها. إذا المقصود بسوباتخ، إذا ممكن أننا نقول فو فو زات في شاك فان دو سومان، أنتم تتراءون في كل نهاية أسبوع. شنو بغا نبين هنا؟ ونبين بأن هاد سو تتاخد فو مع فو، تتاخد نو مع نو، تتاخد سو مع إيل أو آل، سواء بأس أو بدون أس، وتتاخد مو مع جو. إذا تنتكلم على لوفاب برونومينال. إذا سيزامي سو سون في شاك فان دو سومان، هؤلاء الأصدقاء يتناظرون يتراءون في كل نهاية أسبوع. المثال اللي بغيت نعطينا باش يكون عندنا الفرق بين الحالات اللي تيجي فيها الفعل، هو اننا غناخذوا هاد الفعل فوار ونحيدوا له هاد سو. شنو غيولي عندنا؟ سيزامي سون في، يعني هاد الاصدقاء ينظرون،
سيزامي سون في. اذا غنحذفوا هذا سو، اذا غنستعملوا فقط لو فير فوار. اذا سيزامي هؤلاء الاصدقاء سون في، فهاد الحاله غيولي عندنا المعنى ديالهاش ديال ان هؤلاء الاصدقاء ينظرون، يرون يعني انهم تيتشافوا. اذا غيولي عندنا المعنى هنا ديال ان هؤلاء الاصدقاء تيجيو وحدين اخرين تيشوفوهم. هؤلاء الاصدقاء ينظرون او يرون، المقصود ان هناك اصدقاء اخرين او اشخاص اخرين هم الذين ياتون لرؤيتهم وبدون ان تكون الرؤيه صادره من هاد الاصدقاء. اذا هذا هو المقصود ب سيزامي سون في. إذن هؤلاء الأصدقاء رؤوا، يعني كما نقول بأنهم شافوا. سون في شاك فا دو سومين، كل نهاية أسبوع. إذن هؤلاء الأصدقاء ينظرون في كل نهاية أسبوع، يعني هما تيتشافوا. دابا غنحيدو إتر وغنديرو أفوار. إذن حيدنا سو وخلينا غير إتر، شفنا النتيجة. دابا غنحيدو سو وغنحيدو اتر وغنديرو في مكان اتر غنديرو افوار. اذا غنديرو سي زامي اون في. اذا غيوليو هاد الاصدقاء هم الذين راوا، اذا هم الذين يرون. اذا سي زامي اون في شاك فا دو سيمين، اذا يرون في كل نهايه اسبوع. وفي هاد الحاله خاصنا نقولو اشنو تيشوفو في كل نهايه اسبوع. إذن ملي غنديرو أفوار هنا خاصنا نكملو الجملة. إذن سي زامي أون في شاك فان دو سومين لو فامي، يعني أنهم يرون في نهاية كل أسبوع عائلاتهم. إذن ممكن أننا نقول سي زامي أون في لو فامي شاك فان دو سومين. إذن هؤلاء الأصدقاء يرون عائلاتهم في نهاية كل أسبوع. إذن هذه بعض الأمثلة عن لوكسيليار إتر. طبعا نذكر بأن اتر نتكلم عنه هنا فقط كأوكسيليار، يعني كمساعد. لتنتكلم على مساعد المقصود أنه تيجي قبل فعل، وكما ذكرنا فيما سبق بأن اتر ممكن يجي بعد منه فعل، وفي هذه الحالة غيكون كمساعد بحال اللي عندنا هنا. ممكن أنه يجي بعد منه اسم، مثلا كما رأينا فيما سبق الانترنت إتا مويان، يعني أن الانترنت هي وسيلة. ممكن أنه يجي بعد منه ظرف، مثلا نقول جسويلا أو إليلا، هو هنا، هو موجود هنا. ممكن يجي بعد منه وصف، مثلا إلي جويو، أو مثلا إلي جويوز. إلي جويوز يعني هي فرحة. إذا إتر ممكن تأتي بعده الكثير من الكلمات ليفيد معنى معين، ونفس الشيء بالنسبة لأفواغ كما سنرى في الفقرة القادمة. طبعا عندما نتكلم عن avoir أو être كأوكسيليار تنقولو لوكسيليار être أو لوكسيليار avoir، نحن نتكلم عن هاد الفعلين فقط كمساعدين، يعني أنهم تياخذوا الدرجة الثانية وتبقى الفعل المستهدف هو المهم كفعل. إذا نستكمل في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.